وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي كان سببا في كل ما في الأمة من خير، وما من خلق في البرية محمول إلا وهو متلقٍ عن سبيل الخلق. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشرف ومجد وكرم وعظم. وسمعنا بحمد الله تعالى وفضله ما نبهنا إليه وما أرشدنا إليه سيد أبو بكر في كلمته، وذكرنا باغتنام المواسم المباركة. قالوا هذا في حق عامة الناس أن يذكرون برمضان وأن يذكرون برجب، أما طالب العلم الأشهر عنده كلها سواء، والأيام كلها همة، والأوقات كلها في العلم وفي الذكر وفي القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إنما عامة الناس والمقصرون والمذنبون والعصاة والبعيدون والغافلون يحتاجون أن يذكروا بهذه الأيام والليالي التي بثها الله تعالى في أيام سنتنا، وأشار إليها الحديث عند البيهقي: إن لربكم في أيام دهركم نفحات. طيب، وما دام في أيام دهرنا نفحات ماذا نفعل؟ قال: ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها. يروى عن ابن عمر ورفعه بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن 5 ليال يستجاب فيها الدعاء. قال: أول ليلة في رجب، إن كانت هذه أول ليلة من هذا الشهر الأصب فإنها ليلة إجابة دعاء، وليلة النصف من شعبان بلغنا الله إياها في عافية ووالدينا وأهل ديارنا. قال: وليلة الجمعة وليلة الفطر، ليلة العيد وليلة النحر، هذه ليال 5 في أيام سنتنا، بل كل ليلة انكسر فيها قلبك لله وتوجهت بوجهه إلى الله تعالى فإن الدعاء حاصل عند انكسار القلب. وكلما انكسر لربه وانكسر بين يديه وفي ظلمة الليل إذ يسري وقام وسأل وتوجه إلى المولى عز وجل، حاش الكريم يردهم عطشا، وقد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع، وردوا على نهر الحياة. قال: وكلهم شربوا لكن يختلفون في هذا الشرب، كم في الربع من متضلعي، هناك من شرب وتضلع حتى كأن الريا يخرج من أضلاعه، والعطاء وافر، والمن من الله باطن وظاهر لمن صدق في الوجهة واغتنم الأعمار واغتنم الأنفاس. قال في وصفهم سيدنا الإمام الحسن بن صالح البحر في قصيدته: قوم ما يسمح أصلا بتضييع الأنفاس، قوم ما يسمح أصلا بتضييع الأنفاس، مطلعها اسقنا يا محمد من الشربة من الكاس. وقال في وصف هؤلاء القوم اللي قال عنهم قديما سيدنا الحسن البصري: أدركنا أقواما كان الواحد بخيلا بوقته كبخلكم اليوم بأموالكم. اليوم البخل بالمال والشح بما في الأيدي، كان أقوام في زمن مضى حريصين على الأوقات، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا ودرتها أو ذرتها تعلو على 1000 ذرة. قال سيدنا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس: أسلافنا ليلهم في شهر ثالث مسابع إلى العلا أعلى ارتفاع. إذن خلاصة القول: وما نسمع وما سمعنا وما سنسمع من التذكير بفضائل هذا الشهر وما فيه من الخيرات وما يدعى به في من أول ليلة، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا الذي نسمعه أو ما سنسمعه كله يحلو الخلو إلى أن تتذكر عظم الأوقات، وأن طالب العلم أشد حرصا على وقته حتى لا يسمح بأوضاع تضيع مع جوال ولا كثرة منام ولا طباخ الطعام. ورشحوك لأمر لو عقلت له فرب بنفسك أن ترعى مع الهمل. قال الحسن البصري رحمه الله: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، الليل والنهار يعملان فيك، الكبار والشيب والدخول في السن، إذا ما دام يعملان فيك وعملهما فيك بطول عمرك وانحناء ظهرك
كذلك أنت اغتنم هذا الليل وهذا النهار بكل ما يقرب إلى الله تعالى. سمعنا في الكلام إشارة إلى البركات الثلاث: بركة الزمان، وبركة المكان، وبركة الذوات. سمعنا في كلام أخينا سيد أبي بكر قال أن من بركة الزمان مثل هذه المواسم، مثل هذه الليلة التي هي أول ليلة من ليالي شهر رجب الأصب، وخصت بأن الدعاء فيها مجاب والسؤال فيها مستجاب، ولله تعالى أن يجعل من البركة فيما شاء وفي من شاء كيفما يشاء، فما شئت كان وإن لم أشاء. الشافعي يقول يخاطب الرب: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. خلقت العبادة وأفعالهم، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. وعلامة الخذلان أن يجعله في أودية الغفلة، لا يدري بالوقت، ولا يدري برجب، ولا يدري بعجب، ولا يدري بالأعمار، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. وعندما يدنيك من أهل القرب من الله في مواطن أهل الفضل أهل الكرم، قال سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله في أبياته: هم شوشوا عيش وادينا، لأنه الوادي المبارك، فذكر من شوش هذا الوادي بظلماته وأفكاره من أهل طغيان وأهل عصيان، وإلا فإنه دبغ بأقدام الصالحين ونزول العارفين، وتشرف بثله من أهل البيت النبوي. فقدومكم بفضل الله من الطلاب الآفاقين إلى هذه المواطن هذا من فضل الله تعالى. قال سيدنا يوسف: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فعلى كل فضل، شرف الزمان وبركة الزمان مثل هذه الليالي ومثل هذه الشهور، وبركة الأماكن مثل هذا المنزل التي نزلتم أنتم فيه. كم نزل فيه عارف، وكم نزل فيه صالح. لما تكلم مرة الحي بكر مشهور في هذا المكان، لما جاء العصر وعمل روحة، حفظت من كلامه، قال إن السلف المتقدمين إذا بنوا الأماكن وأسسوا الأماكن، قال وضعوا فيها سرا، قال وضعوا في هذه الأماكن سرا، كما سمعنا، يشهد من يشهد، يعرف من يعرف، يدرك من يدرك، يفهم من لا يفهمه، إلا أنها مواطن السر، ونزل فيها الأخيار، ونزل فيها الصالحون. ولا تيأس أن يقبل الله منكما إن أنتما صليتما حيث صلتي. فلزوم الأدب والانتباه من المعصية. قال: من كان الله شاهده، ومن كان الله حاضره، ومن كان الله معه أيعصيه. إياك أن تعصيه، فإن المعصية داؤك. فصم عن الدنيا وصم عن المعاصي، واجعل فطرك على الآخرة. وبركة الذوات في من خصهم الله بفضله، ممن مضى، وممن أظهرهم الله في العصر، وممن سترهم الله. فالمسلم يعرفهم بأن يلبس نظارة حسن الظن، يلبس نظارة حسن الظن. من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، كيف تدل على أهل المعرفة وأهل السر وأهل الولاية أن تحسن الظن في كل من تلقى، ولا تسيء الظن إلا بنفسك، ولا تظن أن أحدا هو شر الخلق إلا أنت، فأنت العاصي وأنت المقصر. وأحسن الظن بأهل لا إله إلا الله، فإن صاحب حسن الظن لا يخيب. والمرء إن يعتقد شيئا، اعتقد الولاية في أحد وليس كذلك، والمرء إن يعتقد شيئا وليس كما يعتقد لم يخل، والله يعطيه، يعطي على قدر ظنه، وعلى قدر انكساره، وعلى قدر اغتنامه لهذه الأنفاس والأعمار والأوداد. الله يبارك لنا ولكم ولديارنا ووالدينا وبلداننا والمسلمين في دخول هذا الشهر، شهر رجب، ويبارك لنا في شعبان بعده، ويبلغنا أجمعين رمضان، يجعلها إن شاء الله شهور خير وبركة، وتدفع عنا وعن بلادنا وعن ديارنا كل شؤم وشر وضر وهلكة. ويبارك لنا وفي الحاضرين، في أهالينا وفي أهاليكم أجمعين، إنه رحيم كريم منان. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.